الإيمان بالكتب الركن الثالث، كيف نؤمن بالكتب؟ نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. ونؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. منزلة غير مخلوقة. القرآن وكل الكتب، نعم. نؤمن بها وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. نؤمن بما ورد فيها من أخبار وأحكام، قصص وأحكام. لكن نؤمن بها لكن لا نطالع ما فيها، نطالع فقط ما ورد في القرآن والسنة. نعم.